تخيل كده انت بتقول لواحد ملحد آمن كما آمن الناس، فيرد هو يقول لك انت عايزني آمن زي ما السفهاء آمنوا؟ في الحقيقة ان السفيه الحقيقي هو ذلك الملحد. لما تيجي تفكر تقول طب هو ليه الملحد ده ما وقفش مثلا دقيقتين مع نفسه كده يفكر مين اللي على حق؟ في الحقيقة هو لو كان فكر ما كانش وصل للحال ده. ليه بقى؟ هو دلوقتي مفكر ان اللي آمن بربنا سبحانه وتعالى هو ده السفيه. طب ليه؟ يقول لك اصل هو مؤمن بحاجة مش موجودة، شايفينها مش حاسينها. في عيني عيني هو لو استخدم حواسه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها له هتلاقي ان كل حاسة فيه بيتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يعني لو بص بعينه على اللي حواليه، على النبات اللي حواليه ازاي بيخرج من الارض، على السماء ازاي ما بتقعش على الارض، على الارض ازاي ثابته بالجبال، مستحيل حد عاقل يفكر ان الحاجات دي كلها لوحدها جت. الجبال دي اتحطت هنا لوحدها، والسماء دي اترفعت كده لوحدها ومش بتقع لوحدها، والنبات ده بيطلع لوحده. لو فكر هيعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ادى دلائل كتير جدا 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 في القرآن على وجوده، ولكن دايما ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب اولي الالباب. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيخاطب الناس انها تفكر، فكر بس كده وانت هتوصل ان الخالق الوحيد والمدبر الوحيد لهذا الكون هو ربنا سبحانه وتعالى. وكان في كنت سمعت عن تجربة كانت اتعملت على ناس من الناس اللي هم الملحدين، يعني جابوا الأجهزة بتاعت كشف الأعصاب دي، أجهزة بتقيس التوصيل الكهربي في العصب. طبعا الإحساس الخوف، إحساس الزعل، الحزن، الفرح، كل دي عبارة عن مؤشرات أو عبارة عن أسباب بينتج عنها حدوث سريان لكهرباء في الأعصاب بتاع الإنسان، وبتوصل من خلالها للمخ، ويبتدي بقى المخ يبعت رسالة للجسد يتصرف على حسب الإشارة اللي جايله. فعملوا كده على واحد ملحد، وكانوا بيكلموه دايما عن ربنا سبحانه وتعالى، وما كانت دايما تيجي سيرة ربنا سبحانه وتعالى أو يعني يذكروا لفظ الجلالة، دايما كان بيحصل زيادة في الموجات العصبية دي. بعد فترة اكتشفوا ان سبحان الله العظيم في آية في القرآن بتدل على ان الملحدين والذين ينكرون وجود الله هم بس جحدوا بالموضوع ده وانكروا بلسانهم، لكن قلبه فعلا متيقن من وجود الله. الآية دي في سورة النمل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تخيل ان هو بس جحد بلسانه، بس نفسه استيقنت الموضوع ده. وده مع الملحد اللي بيخلي انسان يلحد هو انه بيبقى عايز يخرج من التحكمات والفرائض اللي فرضها عليه الدين في حاجة بره خالص يشغل فيها شهواته. بمعنى ان الدين مثلا حرم الزنا، يقوم هو يخرج من تحت مظلة الدين ويقول ان خلاص ان هو بقى ملحد، ظنا منه ان هو لما يبقى ملحد خلاص هو بقى في منطقة تانية بتبيح ده. هو عايز يسرق، الدين بيحرم السرقة، يروح خارج من الدين ويروح تحت مظلة تانية ظنا منه ان هو خلاص كده بقى مسموح له السرقة. الملحد دايما بيدور على الحتة دي، لذلك لما تيجي تهاجم واحد ملحد دايما يقول لك ده بيحصل الحاجة الفلانية ومش عارف ايه اللي حصل لوحده، وحاجاته كلها ملهاش اي علاقة ببعض، بتدل على انه اصلا هو مش عايز يفكر، هو عايز بس يهرب من الحدود اللي وضعها الدين
بدل ما يكرس نفسه ويسخر نفسه لخدمة الدين ولأنه يبقى تحت طوع الأوامر الدينية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره بها، لا، هو يخرج من تحت مظلة الدين، يروح تحت مظلة الإلحاد اللي هي بتبيح كل حاجة، تبيح السرقة، السب، القتل، تبيح خلاص أنت يعتبر جاي لوحدك. يعني أنا لو قتلتك مفيش حساب ومفيش خالق هيجي يعذبني وياخد لك حقك مني، أنا حر دلوقتي نعمل اللي أنا عايزه. أنا لو قتلتك دلوقتي مش هيجي إله بعد كده ظنا منه كده، خلاص مفيش حساب مفيش إله، فلما أنا قتلك مفيش حاجة هتنتقم مني. حاجة بقى أخيرة بالنسبة للملحد ده، لو أنت جيت تفكر ببساطة خالص هتقول إيه؟ إن المؤمن أفضل بكتير وفي مكانه أفضل بكتير عن الملحد. ليه بقى؟ لأن تخيل معايا كده ما بين واحد مؤمن وواحد ملحد. الملحد ده لو مات ومفيش إله، ولو المؤمن ده مات كان مؤمن وفي الآخر مات وما كانش فيه إله، هل حد منهم هيعذب؟ لا، ما هو مفيش إله. طب تخيل معايا العكس بقى، إن المؤمن والملحد ماتوا. المؤمن لو مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومات إن شاء الله مش هيعذب، لكن الملحد لو مات وكان فيه إله هيعذب. إذا الكذبان في الحالتين الاثنين هو المؤمن. أما تيجي تفكر يقول لك طب والله أنا مؤمن، لو كان في إله فأنا مؤمن، لو ما كانش في إله ما فيش حد هيعذبني. أما الملحد فهو ملحد وخلاص، والله لو كان في إله هتعذب وهتنفخ، ما كانش في إله أنا عديت. يبقى دايما اللي في السيف زون هو الإنسان المؤمن. وطبعا المؤمن مستحيل يفكر كده، لأنه طالما آمن بالله سبحانه وتعالى فهو عنده يقين بوجود الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا بوجه الرسالة ده أو بخطبها لواحد ملحد يعيني مفكر أنه الصح، مفكر أنه هو كده ماشي صح، بيربط حاجات دنيوية وحاجات أخرى، يقول لك الملحد دايما متفوق أصل فلان كان ملحد وكان عالم. دي ملهاش علاقة بحاجة، تفوقك في الدنيا ده بسبب اجتهادك في الدنيا، تفوقك في الآخرة أنت بتجتهد لحاجة هتخليك تتفوق في الآخرة. دي كانت رسالة للجماعة الملحدة، يعني أتمنى تكون وصلتهم، ولو واحد يكون ما كانش بيفكر يبتدي يفكر تاني. وبس دي كانت حلقة النهاردة، وأشوفكم في حلقة جديدة على خير إن شاء الله. سلام.